إنها الجوهر أيها الإخوة، إنها اللب، إنها اللب. لاحظ هؤلاء العارفون أيها الإخوة، لاحظوا أن هذه القوة الهادية المنيرة، هذا النور المتشعشع الإلهي موجود في كل زمان، لكنه تقلص مع الدورات الروحية. يتحدثون عن أربعة أعصار، لا أتكلم في الجيولوجيا الآن انتبهوا، ولا في التاريخ العالي للفلسفة، في تاريخ الروح أيها الإخوة، كما يعرفها العارفون الكبار الواصلون حتى في هذا العصر بالذات، من أواخرهم عبد الواحد يحيى قدس الله سره، رينيه جينون الفرنسي، الرجل الخطير عديم المثيل تقريبا في عصره، الذي قيل في براهينه وكتاباته إنها لا تنقض، أعظم أدباء فرنسا، رينيه جيد، يقول أندريه جيد عفوا، يقول جيد: لو قرأت أو تسنى لي الوقوف على كتابات رينيه جينون عبد الواحد يحيى في أول حياتي حتما لاختلفت حياتي، لكنت عشت حياتي بمعنى وفي مستوى وبكيفية مختلفة تماما عما فعلت. لقد عاش عبثيا طالبا للذائذ والمتع، هدنك أيها الإخوة حسيا. أحد الفلاسفة الكبار أيها الإخوة منينجز قال: لما قرأت كتابه أصابتني كالصاعقة، تحولت حياتي، وانتقل إلى الإسلام طبعا مثل عبد الواحد يحيى. كيف كان يفهم عبد الواحد يحيى مسيرة الروح؟ كيف كان يتلقى الكتاب؟ كيف كان يكب على كتاب الله؟ حتما ليس مثلنا ولا بأي شكل من الأشكال، لأننا مساكين، نحن الضحلون، الجوف، الفقراء الذين لا نفقه شيئا، وإن زعمنا أن الحقيقة المطلقة أيها الإخوة طوع أيدينا وبناننا. للأسف الشديد غرور الجهل والتجويف والفراغية والهوائية التي نفختناها. هناك العصر الذهبي يلي العصر الفضي فالبرونزي فالحديدي، نحن الآن في تاريخ الروح في العصر الحديدي. العجيب يقول جنون رحمة الله عليه وطيب الله ذكره، يقول: لم يحدث ولن يحدث يوما أن قدرا وإمكانات بشرية مهما كانت متأبية وصلبة وساخطة وضاجة وصاخبة، والتجديد كله من عندي، يمكن لها أن تجعل هذا النور الإلهي يتقلص، إنما يتقلص من تلقائه وفق الخطة الإلهية. لذلك كل الحجج الفلسفية العظمى المعقدة شديدة التركيب على الإلحاد وعلى النفي وعلى المشاغبة على الحق الأعظم الأول الأوحد لا إله إلا هو تسقط في كل زمان، ونرى في زمان هذه الحجج أيها الإخوة التي يمدها العلم والتقنيات أيضا أحيانا ببعض البراهين السخيفة التي لا علاقة لها بالبرهان أصلا، ربما بالبرهان العقلي كما يفهمون وكما شاءوا أن يفهموا العقل، العقل الاستعمالي، عقل هايدغر، العقل أداتي أيها الإخوة، هذا هو ربما هذا لا يمنع من بروز عارفين كبار جدا جدا في أزمانهم، هم كالأنبياء في أزمانهم. لا عجب، الذي اختار الأنبياء والرسل في أزمانهم هو الذي يختار المصطفين الأخيار من عباده في كل زمان. نعم، النبوة مختومة، لذلك لا أنبياء جددا، لكن هناك العارفون، هناك المستخلصون المختارون، عباد الله المصطفون الكبار بفضل النور الإلهي. انتبهوا، حين تجد عارفا صغيرا هنا وعارفا كبيرا هناك وشخصية فارعة القوام روحيا هناك، ليس بجهدهم، ليس بحذقهم، ليس بشطارتهم، إنهم يؤدون أدوارا، الخطة الإلهية المرسومة تريد أن تؤدي هذه الأدوار، لكن هم عندهم لياقات مبدئية، عندهم فقر أكثر منا، عندهم تعرض لهذا النور أكثر منا. كل ما عليك أن تتعرض فقط بصدق وستصيب نصيبك. كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. مسكين إذا كنت تعلم أو إذا كنت تظن وتحسب أن الاجتهاد والتعب ومواصلة سواد الليل ببياض النهار في تحصيل هذه المعرفة الواحدية الأحدية إنما يكون بالجهد والاجتهاد، مسكين أنت، لا تفقه شيئا، وأنت طالب دنيا وطالب متعة حسية أيضا، طالب أن تعلق عليك شارة وأن تعطى لقبا وأن تلتحق بفصيلة العارفين، لن تكون منهم، أنت بعيد جدا، أنت صغير،
مستواك صغير جدا، طموحاتك صغيرة، أنت لست طالبا للحقيقة، أنت طالب للشهوة، لشهوة النفس، شهوة الظهور والبروز ومقارعة الأقران والمتنافسين. مسكين أنت، عينك ليست على الملأ الأعلى بل على الملأ الأدنى، ليست على العرش إنما على الحش كما يقول العارفون. لكن حين تصدق النية وتمحض ربك فقرك، تتحقق بفقرك الحقيقي، وكلك فقر، كلك فقر أيها الإخوة. كيف يمكن لنا أن نتلمس هذا الفقر، تعينات، تمظهرات هذا الفقر؟ والله في كل شيء، في كل شيء. لو كان لنا فكرة، لو كان لنا عبرة، لو كان لنا روح، لو كان لنا حساسية باطنية حقيقية، حدس إلهي روحاني أيها الإخوة.